عجبني شعرك. اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد جدا ان انا معاكم النهارده، وده اليوم الخامس اللي ليا في تركيا. رحنا كرابوك، وبعدين انقره، وبعدين كلس، وبعدين غازي عنتاب، والنهارده معاكم. الكلام اللي اتقال على دور الشباب في بناء المجتمعات والعمل الانساني وكذا وكذا. النهارده هنخرج لدور تاني، تحديات اخرى يمكن احنا لازم نواجهها، اللي هي التحديات الثقافيه والتحديات الفكريه والتحديات العقيديه. ولما نيجي نتكلم عن الشباب اللي هو احنا، مش انتم، انت مش شباب، انت كهنه. الشباب اللي هو احنا يعني لينا دور مهم جدا نقدر نقوم بيه، ولابد ان بلادنا تؤمن ان احنا اهم قوه مؤثره في المجتمع. بس طب احنا هنعمل ايه لما نواجه مشاكل ثقافيه؟ يعني ايه مشاكل ثقافيه؟ قول اي حاجه. يعني عدم معرفتك لتاريخك. بعد ما اعرف تاريخك، ها؟ كمل. طب مشاكل ثقافيه يعني ايه؟ الفكريه. ها؟ وايه تاني؟ عدم استغلال عدم استغلال المعلومة اللي عندك فيما يفيد. الانفتاح السريع. الانفتاح السريع، ها؟ يعني ايه مشاكل ثقافية؟ متاهلين، عدم معرفة. عدم معرفة لإيه؟ لا، الثقافة بشكل عام. لثقافة المجتمع بشكل عام. انبهار التأثر بالحضارة الغربية. انبهار التأثر بأي حضارة، غربية أو شرقية أو أي حاجة. تكلم؟ عدم القراءة. عدم إيه؟ عدم القراءة. عدم القراءة وعدم المعرفة، كويس. أخونا؟ الصدام بين الدين الاسلامي وبين المدخلات الخارجيه. الصدام بين الدين الاسلامي والمدخلات الخارجيه. كل هذا ها؟ اللي قالوا الشباب. نفس الكلام. يعني في ثقافه بتفرض نفسها على ثقافه اخرى. ثقافه قويه زي في مرحله من المراحل كانت الثقافه الاندلسيه، ثقافه علم وحضاره، فرضت نفسها على كل اوروبا. ده ثقافة في الدولة العباسية أو في الدولة الأموية فرضت ثقافتها على كل أوروبا. ده الثقافة الغربية دلوقتي فرضت ثقافتها على كل أوروبا، على كل العالم إلى آخره إلى آخره. فده اللي احنا بنتكلم عن مشاكل ثقافية. مشاكل فكرية، يعني إيه مشاكل فكرية؟ لا أنت، أنا جاي هنا مش عشان المحاضرة، ده أنا لسه هطلع لكم حاجات هنا هتوحوحوا منها. هتوحوح يعني إيه؟ طيب وحوح يعني. ها؟ مشاكل فكرية. لأن دور الشباب في معالجة المشاكل الفكرية، دور الشباب في معالجة المشاكل الثقافية. لأن عايشين في مجتمع لابد نعرف إيه اللي في المجتمع ده من ثقافة وفكر وتحديات إلى آخره. يعني إيه مشكلة فكرية؟ زي إيه؟ العادات والتقاليد القديمة والجديدة إلى آخره. ها؟ اي مشكله فكريه بتقابلك يعني شكلها ايه؟ يعني عدم الموازنه الصراع بين الحاضر بين صراع الاجيال مثلا، يعني صراع الاجيال، فجوه بين الاجيال وبعضها بعض، عدم الموازنه بيناتهم، عدم الموازنه بين بعضهم. اتفضل. انا بكلم ناس لابد نو 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 انت اللي هتجاوب. تعرف ليه؟ لان لابد تتحط تحت الضوء عشان تعرق وتجاوب وتنجح. اتفضل. والله مفيش شيء. اتفضل. وضع هجوم بين الدين والعلم. الدين والعلم؟ ها اتفضل. تفرقة الدين عن العلم. تفرقة الدين عن العلم؟ طيب خلاص. الفهم الخاطئ لبعض المعتقدات الدينية. الفهم الخاطئ لبعض المعتقدات الدينية. تبني بعض الافكار الغربيه او الحضارات الاخرى كالعلمانيه او الليبراليه او حتى الديمقراطيه، محاوله قوله تضمن مفهوم اسلامي وجعلها انه هي افكار اسلاميه بشكل او باخر وبشكل مخالف للاسلام، مخالف لهذه الافكار. كويس، جزاك الله خير. تفضل. اكبر مشكله فكريه هي التقليد العام. تقليد ايه؟ التقليد العام. التقليد العام، جزاك الله خير. اكبر مشكله فكريه؟ اي مشكله فكريه؟ التشبه في الاجانب.
التشابه بين الغريب او الغريب عن الوالد او الاجانب او الاخر. تفضل. معاناه الشباب والكبار مع بعض يعني اللي هو الاجيال مختلفه، فجوه بين الاجيال. طيب مفهوم المراه في المجتمع ايه؟ مفهوم المراه، مفهوم المراه في المجتمع التشدد، التشدد ها، التطرف، العنف، خد بالك. ها ايه تاني؟ هنخش بقى عشان انا حاولت احط مشكله ولا مشكلتين ومن عندكم من المنيا سمعتها في 2002. اول حاجه هتكون مشكله سخنه، تقولوا لي اسبابها ايه ونعالجها ازاي. تقولوا لي اسبابها ايه ونعالجها ازاي. سنه 2002 انا كنت بزور المنيا، دي احد محافظات مصر المحافظه يا عم، خلاص بقى انسى بقى اخبارك. فاحد الدكاتره زمايلي كان دكتور امراض نساء واولاد، دون ذكر اسماء، ذكر لي كلمه انا ما كنتش عارفها هي ايه، واتدرسته يعني كنت جاهل فيها. فكان بيقول لي حاجه اسمها زنا المحاله. زنا يعني ايه زنا المحاله؟ يعني الزواج غير محللك. طيب مش عارف. ها طيب زوج الأقارب المشروع زنا الطبيعي بس كويس يعني بيتنا زدنا في دقيقنا كده تفضل. ها زنا المحال، زواج الزواج الغير مشروع له بالعائلة. كويس. هو هي ان علاقه انه مثلا بين شب بين اي شب وبنت وعلم المحيطه يعني على طيب. زي المحارم يعني الوالد يعني في نساء مسمح للزوج فيهم نساء حرام. بعد الحرام قرب هو. ها العلاقه الجنسيه غير المشروعه أيوه. بين الشخص وبين محارمه لازم يحرم الزواج منه. اللي يحرم الزواج قربوا الاثنين. هو ليس زواج ولا شيء، هو زنا. هو زنا نعم. ليس زواج. جزاكم الله خير. هو زنا بين النساء المحرمة عليك. أيوة. عليك خالتك عمتك. أيوة. آخرين محرم عليك. وفقت. مش عارف. زميلي اللي طبعا هذه المحافظة كانت تعتبر من يعني محافظة يعني أو مدينة محافظة. فيعني بيقول لي العلاقة بين الأب وبنته. أو العلاقة بين الأم وابنها. أو من الأخ وأخته. كانوا بيروحون المستشفى وكانوا بيسقطهم في هذا الوقت. دي مشكلة ولا مش مشكلة؟ في بعضكم أو يمكن أكثر من نصكم ما كانش يعرف إنها إيه؟ لا، يعرف إنها زنا وخلاص. لكن ما يعرفش إنها مشكلة في المجتمع. إنها مشكلة فين؟ في المجتمع. عايزين نشوف إيه أسبابها وعايزين نشوف كيف نعالجها. لأن إحنا مش جايين هنا بس ناخد إيه؟ قرآن وحديث وكذا 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 ونقعد نخضر نفسنا ونخرج، مش عارفين ايه اللي ماشي في المجتمع. مش عارفين ايه اللي ماشي في المجتمع. طيب ايه في رأينا اسباب الظاهرة اللي بدأت تظهر في هذه الاماكن الفقيرة؟ الجهل. الجهل سبب من الاسباب. مين قال الجهل؟ اتفضل. جهل بايه؟ جهل بتقاليد الاسلام. بالجهل بالدين. وايه تاني؟ الثقافة العلمية. والثقافة العلمية؟ وايه تاني؟ كمل كمل، انت عندك معلومات كثيرة جدا. بس انت مش انت مش واثق في نفسك، كب عليها كده يلا. انا هشيل منك. اتفضل. ايه هو الجهل؟ انت تقول الجهل والثقافة. وايه؟ اتفضل. ها؟ الفقر يعني. وهل الفقير لازم يعمل زنا محارم؟ انا مش عايز اسب الفقر عشان حرام، واخد بالك؟ يعني انا فقير بس ما بزنيش، وايش دخل الفقر في زنا المحارم؟ يعني انا عشان فقير هروح ازني بنتي؟ ما بتحمل مصاريف الزواج. مصاريف الزواج. طب اخونا الجهل في العلم الديني والدنيوي. الجهل في العلم الديني والدنيوي. العلم الديني في الحدود والدنيوي مثلا علم الوراثة. طيب الحمد لله جزاكم الله خير. تفضل. اول شيء هي ما ظاهره، لما نحكي نقول ظاهره بصير كانه ظاهره شغله منتشره يعني او شائعه نوعا ما،
وايد هاي الشغلات كلها انت بتقول نعم الظاهره حالات فرديه وحالات معقده انت بتقول نعم الظاهره صح هي لا سبب لا فقر ولا جهل ولا شيء لانه هلا الفقير والجاهل هو شو هي شغلات فطريه يعني هلا الاوروبي الياباني شو ما كان يكون هذا البني ادم ما بيعمل هيك علاقه مع المحارم يعني. هي شغله تخالف الفطره الاسلاميه فهي انتكاس للفطره تخالف الفطره الانسانيه هي انتكاس للفطره وهي ممكن تكون مرض نفسي ممكن تكونها بس يعني هي كمرحله اولى او كتوصيف اولي هي انتكاس للفطره يعني. وحالة اكيد نسميها زي ما نسميها هل هي موجوده ولا مش موجوده موجوده بس انا مش مختلف معك حالات معدودة. ما فيش مشكلة أنا مش هقول لك فازم في كل في بلد معانا في 50 مليون بيعملوا لا هي موجودة ما لها علاقة إنه مجتمع محافظ أو مجتمع غير محافظ أو شيء إنه هاي ده في رأيك طبعا برأيك فلما نرجع مرة ثانية إحنا نقول هل هي موجودة كمشكلة ولا لا موجود ما طيب انا ما حاسس فيها يعني. الشباب يمكن كمان ما حاسين بهاي المشكلة أنا مش مختلف معك أنا ما كنتش حاسس بها إنه ما كنتش أعرف بالرغم ان انا كنت بدعي ان انا بشتغل على ارض الواقع اللي انا بقول الكلام ده لان في ظاهره في بنسميها الظاهره في مرض او في عرض او في اي شيء صح حدث ايه اسبابه وكيف نعالجه بغض النظر بقى هنسميه ظاهره مش هنسميه ظاهره هنسميه ثقافه مش هنسميه ثقافه حاجه ثانيه خالص لكن لو احنا اعترفنا ان في مشكله ها واحنا عايزين نشوف اسبابها وعلاجها ايه مين كان في اخ هنا مرفع ايده تفضل. انا بغير هو السبب احنا قلنا الجهل بالدين وحد قال الفقر ها تفضل انا بغير السبب الرئيسي كان هو الانتشار الهائل للتكنولوجيا اللي هي ساعدت في انتشار مفاهيم الغلط ومفاهيم الباطل انتشار الهائل للتكنولوجيا بمعناها اللي هو الافلام والحاجات دي اللي كانت بتيجي يعني بشكل عام برضو كمان انتشار للفهم الغلط في الدين كمان انتشر عن طريق التكنولوجيا بشكل كبير كثير في معتقدات انتشرت على التكنولوجيا وفي ناس صدقتها كمان هذا أنا برأيي كان له دور كبير. طيب يبقى التكنولوجيا. هيك شغلات موجودة قبل التكنولوجيا. طبعا. هيك شغلات كانت موجودة قبل التكنولوجيا. بقول لك هي كانت موجودة قبل التكنولوجيا قبل كده. طبعا التكنولوجيا ساعدت في انتشارها بشكل كبير. لك ساعدت. طبعا التكنولوجيا ساعدت في انتشار كل شيء يعني ساعدت في انتشار العلم ساعدت في انتشار الرزيلة. كل شيء. ساعدت بكل شيء. طيب يبقى إحنا قلنا من الأسباب من التكنولوجيا من الأسباب إن هي. نتكلم عليها ان هي واحد قال الجهل واحد قال الفقر الى اخره في اسباب تانية الحدود بين الاخ والاخت او الام والاب صارت كثير قليله او فيش علاقات بطل في علاقات احترام يعني زي قبل كان في علاقه احترام مع الام والابن هلا العلاقات عادي ممكن الواحد يسب على امه او يغلط فيها بشكل او باخر فالعلاقات بين الاخلاقيات الاخلاقيه نعم كويس تفضل في حد كان في ايده انا برايي الازمه الاخلاقيه والكبت الجنسي مثلا هذول الاسباب الازمه الاخلاقيه والكبت الجنسي ما في يعني الفقر والجهل ما لهش دعوه فيها انا ليش كان تصير بامريكا وممكن تصير انا مش بتكلم عن انا تكون بايده انا بس بضبط المثل اللي انا سمعته في المكان ده مش ده مثلا ان ما بتحصلش الا في مكان واحد هي بتحصل في اي مكان بتحصل بكل دول العالم وبتحصل من 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 مئات السنين كمان مش شيء جديد بس انا بتكلم عليها دي اصبحت مشكله قلنا بعض الاسباب اللي هو الجهل اللي هو التكنولوجيا اللي هو كبت الجنسي ايه ثاني في بعض الناس قالوا الفقر ايه ثاني ازمه اخلاقيه الازمه الاخلاقيه ها ايه ثاني عادات اللباس عادات اللباس اللي هي تغيرت طبعا دي بتخلي مثيره في شيء انتوا نسيتوا تقولوه الناس دي كانت عايشه في غرفه واحده يعني معناها في سبب تاني ان ما عندوش الاب ما عندوش قدره ان يجيب مكان يلعب غرفه ليه هو ومراته غرفه للبنات غرفه لايه للبنين يعني في العشوائيات ما بتلاقيش غرف كتيره في الشقه في شباب كتير ودي حاجه يبقى ليه لان في بطاله ها عند الشباب زي ما انتوا اتكلمتوا جزء منها يبقى بنتكلم على بطاله اللي بتؤدي الى فقر اللي بتؤدي الى كل هذه الاشياء اللي بنتكلم عنها اللي يعني كل الاسباب اللي انتوا اتكلمتوا عليها هي موجوده نعالجها ازاي بقى كمشكله كحكومات ايوه اتفضل كحكومات الحكومه هي مش هي اللي عايزه تعالج البطاله هي اللي عايزه تعالج الكبت بين الاشخاص و الوعي من الحكومات يعني الحكومات لازم توعي الشعوب عن طريق الحملات التوعية ومش فطرة كويس ايه تاني؟ غير الحكومات تفضل انا اتوقع مثل العلاج يعني
لا ما في كل شيء اللي كل شيء اللي علاج في وقاية إيه بس علاج لا وقاية أو علاج بس إنك أنا ليه بتكلم عن المكان ده عن عن الحاجات دي لأن إحنا مش عايزين ناخد محاضرة ونبقى فرحانين كده ونمشي وإحنا عايزين نشوف في مشاكل في المجتمع ولا لا دي أحد خمس ست مشاكل هنناقشها النهاردة قد يخيل لكم إن أنا جاي أقول لكم محاضرة وعرض وكذا مش كده ولا إيه صح؟ صح؟ موجودة اتقالت محاضرات دي ممكن تشوفوها على الفيسبوك وعلى يوتيوب مع الشباب اللي كانوا في أنقرة وكلس وغازي عنتاب. ممكن في حل واحد والتوعية الجنسية. التوعية الجنسية جزء منها. أيوه وأهم شيء إنه مثلا شخص ما يبقى صامت مثلا. شخص ما يبقى صامت. تعرض لهالشيء أو تعرض لهالشيء إنه ما يمسكه. لا بس هي الحتة دي كان برغبة الاثنين. مش اغتصاب. مش اغتصاب خلي بالك. يعني انا مش من الانسان راح اغتصب حد فالحد ده اقول لك ده بين فلان وفلان ده ما سمعتها من تشخيص طبيب امراض النساء والولاده خلاص حطهم في جهنم لا لا انا بتكلم معك عن ظاهره مش هسميها ظاهره اسف عن 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 عرض عرض مجتمعي اصبح مشكله صح ان شاء الله يكون على حيز قد كده صح حتى عايز اتكلم فيها هلا اذا هاي اول شيء المشكله حكينا اسبابها علاج المشكله يكون بعلاج الاسباب سبب ما نناقشه اتفضل اذا حكينا مثلا انه الفقر او انه عايشين بغرفه واحده او كذا هي مسؤوليه الحكومه بقى بتحسين مستوى الدخل للمجتمع تحسين السويه الاقتصاديه للمجتمع لحتى يحسن مثلا انه يعيش ببيت مناسب لحتى نلغي هذا السبب بس برايي انا الحل الوحيد لهي المشكله مثلا مثل هيك مشكله الحل الوحيد هو الشريعة الإسلامية وتطبيق الحدود هي حالة زنا حالة زنا اثنين رجمون خلاصت القصة هي هيك بتنحل هي القصة نهائيا ده أحد الحلول مش مشكلة هذا الحل الأمثل ما مش مختلف ما ده رأيي ما حلي ما رأيي أنا مش مختلف معاك إذا كان في بلد بتطبق الشريعة الإسلامية قد يكون في بلاد ما بتطبق الشريعة الإسلامية صح نحن عم نحكي الحلول فنقول هذا الحل الأمثل أحد الحلول الإسلامي أحد الحلول ما أحد هو الحل الأمثل للشريعة الإسلامية يبقى أحد الحل الأمثل جزاكم أنا مش مختلف والله أنا مش مختلف معاك بس أنا بقولك لأن أنت عايش في معانا اللي بقول الكلام ده لأن المجتمع اللي إحنا عايشين فيه فيه تشكيلات وفي أفكار وفي ثقافات مختلفة تماما عن مجتمع مكة ومجتمع المدينة اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي يعني لو أنت بتنزل في إسطنبول دلوقتي وخدت لك شريحه من الناس وسالتهم سؤال واحد هيكون الاجابه واحده طبعا هو من اصل المسلمين لو انت رحت مثلا حته في اسطنبول زي الفاتح او حته في اسطنبول زي الثانيه اسمها ليل سلطان احمد اسمها ايه سلطان احمد لا الحته كريكوي ولا شيرين ازار لا لا مش تقسيم هتجيب نفس السؤال نفس الاجابه تقسيم شيء والفاتح شيء ثاني صح وكذا فما ننظر حتى لنفس المجتمع ونفس الشعب ها في ثقافاته داخل المجتمع نفسه تغيرت بالحي مش بالمدينه حتى يعني الحي ده يختلف عنه ده اللي انا عايز اقوله يا اخواننا ان احنا في الاماكن دي كلها لما ننزل نشتغل مع المجتمع لابد نعرف ان المجتمع كله مش نسيج واحد المجتمع كله مش حاجه اسمها سوريا او حاجه اسمها عرب او حاجه حتى المسلمين اختلفوا في ارائهم انت بتقول احسن حل وامثل حل هو تطبيق الشريعه الاسلاميه صح انا وافق بس قد يكون ده عند الاخرين ما انا عند على انا مش مختلف معاك انا اخرين اذا مسلمين يعني لازم يكون عندهم هذا النص ما ده اذا كلمه اسلام دلوقتي اصبحت فضفاضه ويقول لك انا مسلم يعني في مثلا في واحد في احد الكلمات قال لك انا مسلم وملحد هذيك ضحكته ضحكت بدون ذكر هم نرجع بس نرجع النقطه دي كلها احنا بنعرف الاسباب وبنقول كيف نعالج مثل هذه الاسباب يعني اصلا بنحدد هل في مشكله ولا مفيش مشكله مشكله احنا ما عرفناش المشكله لما نعرف المشكله نبتدي نقعد كعاملين مجتمعيين سواء كنا من وجهه نظر اخلاقيه من وجهه نظر دينيه ثقافيه فكريه نعالج مثل هذه المشكله اتفضل اه شاب ممكن يكون الحل بالحكومات حل ما اول حاجه الحل يكون بالحكومات هو ما دائما يكون الحكومات ما دائما جزاكم الله خير افراد ممكن هي تعال تحل مشكله البطاله اول شيء هو ده لان انا ذكرت حاجه واحده مهمه جدا انهم كلهم عايشين في غرفه واحده مفيش امكانيات اما حضرتك في 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 قوانين الحكومه بتحطها على ما انا مش مختلف معاك ما انا متفق معاك على الحكومه على الحكومه عامه بس البطاله فاحنا عايزين نحل مشكله البطاله مشكله البطاله هيبقى فيها جزئين جزء على الحكومات وجزء على الافراد
يعني برضك انا مش لاقي وظيفه في الحكومه وانا ممكن اتعلم صنعه او اتعلم مهنه او اتعلم تفضل انت هتدفع زياده عشان انت جيت اول واحد فينا اتعلم صنعه اتعلم مهنه كذا 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 عشان ايه امشي ما اعرفش طبعا يعني في بعض المسلسلات الدراميه الجيده اللي كانت عملت حاجه اسمها لن اعيش في جلباب قبل لو انت فاكر نزل من الريف او من الفلاحين ما عندوش اي امكانيات واشتغل في الحاجات اللي هي الايه القديمه اللي هي تتباع قديمه دي وبدا من يقعد في الشارع بفرشه كده بلاستيك يحط عليها حبه حديد وبتاع ده الى ان اصبح بعد 20 سنه او 30 سنه مليونير فده رفض مشكله البطاله رفض ان يكون عاله رفض كذا كذا وبدا يمشي في السلم من اوله يبقى جزء منها اللي هو الشخص نفسه اللي بيرفض ان يكون عاله عن المجتمع وده جزء منها الثاني ان انتوا كجمعيات وانتم كافراد توعوا مثل هؤلاء الشباب تاخدوا الطويله توعوهم فدي احد المشاكل اللي هي موجوده لكن قد ايه في المجتمع لكن اللي بيقول مش موجوده بيبقى مش عارف المجتمع ده هو عايش فيه شكله ايه لان كثره العشوائيات في كل مكان في المنطقه العربيه والاسلاميه بل بالعكس كثره المخيمات صح ولا غلط مش في احنا كسوريين دلوقتي بقى لنا 7 او 8 سنين موجودين في مخيمات في كام في 3 بلاد دلوقتي في تركيا وفي الاردن وفي لبنان في مخيمات في الداخل نازحين في أوروبا فالحتة دي يعني قد تكون موجودة والناس على استحياء بيخافوا ايه يتكلموا فيها او بايه مش بيخافوا يعني ما بيتكلموش فيها عشان فيها عيب الى اخره الى اخره يبقى دي احد المشاكل اللي احنا لما بننزل في المجتمع لابد اننا ندور على المشاكل دي عشان نعالجها مش عشان نلعن الناس يعني انا قد اكون زنيت انت ازاي هتهديني الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما جت الغمامز اسمها الغامدية ومين؟ المرأة اللي زنت معزو الغامدية معزو الغامدية فلما جت المرأة تقول الرسول صلى الله عليه وسلم انا زنيت خلاص يعني الست بتعترف انا الزانية انا المرأة فقال لها لعلك كذا لعلك وصف لها قالت له لا لا تبروحي ويعني ضعي ما في ايه في احشائك بديها فرصه عشان تمشي بعيد عنه ما يقومش عليها الحج وفي نفس الوقت تستغفر ربنا فربنا يتوب عليها دي نمره واحد راحت وجت معاها طفل لسه رضيع فقالت لي بردك مصره على التوبه لان عايزه تتوب توبه نصوح فقال لها روحي وافطمي ابنك يعني تقعد كام سنتين يعني من ساعة الاعتراف الأول بالزنا وإقرار الزنا بوصف الزنا للرسول صلى الله عليه وسلم إلى 3 سنين بديها الفرصة عشان إيه؟ عشان توب وتبعد ولو تابت خلاص مش هتجيله ومش هيقيم عليها الحد لما جات له وابنها أو بنتها اللي كانت على كتفها دي وبتاكل أقام عليها الحد يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم طبق الشريعة ولا طبقهاش هات إيدها طبق الشريعة بس ما طبقهاش بالسكينة ادى فرصة للإنسان عشان يستغفر ربنا عشان يتوب لربنا عشان يقرب علشان 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 لأنه بيعالج مجتمع بيعالج مرض أنا مريض أنا مثلا جالي مرض الإيدز مثلا أنا بدي مثلا وجالي من فحش أنا عملته خلاص عايز أتوب يوم أنت كطبيب تقول لي لا ملعون مش عارف على لا 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 خلاص مش يعني خدت بالك او جاني مرض خالص اسمه الزهري او في الطب او الحاجات دي كلها فانا بجي لك لان انا اخطات وانت كعامل مجتمعي لابد تكون زي الطبيب ازاي انا هتوب واخش في اكون عضو ايه في المجتمع عضو فاعل في المجتمع دي اول قضيه احنا بنتكلم فيها لان انتم يا شباب مش بتاخدوا رساله البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه عشان تعلقوها في الايه في الغرفه انت بتاخدوها علشان تعملوا بيها انت كنتوا اطباء او مهندسين او مدرسين او اجتماعيين او الى اخره فدي اول مشكله خش على مشكله من اتنين طيب وانا بلف كده
قابلت شابين سؤالين حلوين كده، عاد حلوه كده شكلها احلى منك واحلى منك، مش عارفهم احلى منك وكده وكل الحاجات دي كده، عاملين كده ضاربين فاضيني. جه امتى ده؟ ضاربين فاضيين وحاجات من دي وحلوين يعني، فعايزين يمثلوا. املهم في الحياه انهم يمثلوا او يغنوا. شباب 17 سنه 18 سنه 19 سنه، ايه رايكم يا شباب؟ خليهم يمثلوا ولا يغنوا ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ وده حرام ولا حلال؟ والمجتمع يقبله ولا ما يقبلوش؟ دي موجوده في المجتمع صح ولا غلط؟ ها هنتعامل معاهم ازاي كابناء، كابن انا او بنتي الى اخره؟ وقد يكون بعدين عارف الاوساط بتاعت الايه الفن والدراما والحاجات دي كلها. اتفضلوا. في اشخاص بتعمل اعمال فنيه، اعمال دراميه هادفه. لا انا شاب صغير، انا شاب صغير عندي 18 سنه وعايز اطلع ممثل في السينما، انصحني. هل عندك المهاره اللي انت عندي؟ انا بقى او انا شاب، انا بنت محلوانيه كده وعايز اطلع ممثله. شايف انا حلوه ازاي؟ اديك ضحكت اهو، لو انا جيت اتجوزنا هتبقى هينفع؟ خدت بالك؟ ما هو كده، ما هو الشاب ده ممكن كفتاه او فتى صح ولا غلط؟ وبنت عايز تمثل، هتموت نفسها عايز تمثل وهتهرب من البيت عشان تمثل. طيب واصبح المجتمع بتاعنا يسمح بكل هذه الاشياء. انت عايز، انت بتعامل الشباب الصغير ده كده عشان ايه؟ تتعامل معه ازاي؟ اديها ايجابيات وسلبيات العمل. كويس، ادي حاجه من الحاجات. اتفضل. انا بس ليه بنور بالحاجات دي كلها؟ انا بقول الحاجات دي كلها يا شباب علشان اقول ان انا عندي القدره ان انا اقرا المشاكل اللي موجوده داخل المجتمع. الاب ممكن يجي يمسك الولد ده ويا ابني مش عارف ايه، تخ انت هتبقى كذا وانت هتبقى كذا، ودايما بكل ال العقاب اكثر للبنات. هي المشكله ما بلشت هلا يعني. هي المشكله اول شيء ما مشكله الطفل او الولد او الشاب هذا اللي عمره 18 سنه. هي المشكله مشكله الاهل، مشكله التربيه. جزاكم الله خير. يبقى السبب فين؟ مشكله بالاهل هي، والتربيه طيب. بالاهل يعني طيب. المشكله قبل 18 سنه يعني. كويس مثلا احنا لازم نعالج المشكله. كويس نعالج اصل المشكله، بدنا نعالج مشكله عند الاهل. هلا هون يعني صار مرحله متاخره يعني، مثل مريض بلحظاته الاخيره ما عرفنا نعمل له شيء كثير يعني. كويس اي ما ممكن الاهل متعلمين والشخص نفسه عايز يقدم عمل درامي يعني هادف طبعا، وعايز يخش مثلا عايز يخش في الوسط الفني، عايز اديله ايجابيات العمل الفني الاول وسلبيات العمل الفني الاول. لو طلعت الايجابيات على السلبيات افهمه السلبيات ازاي يتفاداها. هو من طريقه طرح السؤال يعني عم بيحكي انه هو زي مثلا عاوز يغني او عاوز او بده مثلا يفوت بمجال التمثيل بمجال الفني العادي يعني، ما بمجال الفني الشرعي مثلا خلينا نسميه نحن. مثلا لو بده يفوت مجال فني شرعي طبعا هذا شيء بالعكس شيء طبيعي، لازم نشجعه نحن لهذا الشخص اللي بده يفوت هيك. هلا حاليا صار في حتى صار في صناعه سينما اسلاميه نوعا ما يعني، صار في فينا نسميه نحن فن اسلامي بهذا المجال. لا هذا مجال يعني صغر من صغور الامه يعني، هلا بحاجه نحن لاشخاص يقوموا بهذا المقام ويسدوا هذا السبب. اما لو بده يفوت المجال الفني لك والله بده يطلع مثل المطرب الفلاني او مثل الممثل هو قال كده. هذا هو اوقفه لا ما بتكلم ايه؟ انا بتكلم ده حوار ما بينك وبين اختك، ما بينك وبين اخوك، ما بينك وبين ابنك. تفضل. انا برايي امر عادي اذا التزم بالاخلاقيات يعني. ادري رايك. تفضل. اول شيء حسب الوسط الفني لكل دوله حسب المجتمع اللي هو فيه بيختلف من دوله الى ثانيه. هلا هو كشاب شو الاسباب اللي خلته انه يصير هو بده يصير كممثل؟ هو زي ما قال الاخ انه هو كان يحضر افلام او مسلسلات من هو صغير، فهو صار بده يصير شيء زي هيك. فالدليل زي ما حكى انه خطا من هو صغير. هلا هو هاي المرحله بدنا نعدل، ما نقدرش نندم على الماضي، فاحنا لازم نحاول مع بطريقه او باخرى تغيير سلوكه يعني. ممكن تاخذ فتره طويله من الزمن، ممكن انه نسمح له يفوت جزء قريب من الجزء الدرامي يعني، كمثلا تصوير او اي شيء زي هيك، بس مش كالوسط الفني. حسب السؤال شو حيصير؟ شو الامر الخطا اذا صار فنان او مطرب يعني؟ هو بيقول لك ايه الخطا اني انا مغني ولا فنان ولا كذا؟ فنان ومطرب غير عن ممثل. هل ممكن هو الخطا؟ هو عملك المجموعه كلها مع بعض، انا هبقى ممثل واغني وحرص تمام.
هاي الرسمة الثانية شيء. شو المشكلة يعني؟ شو المشكلة؟ هلا أنا كمغني وكمنشد ممكن مختلف إنه. كمغني موسيقى ودبكة شو المشكلة يعني؟ هلا المشكلة إنه هذا حسب الإفتاءات الشرعية مختلفة عليها بشكل أو بآخر، بس أغلبها في القسم الحرام منها كبير والقسم الحلال يعني ملتزم بكثير بالكلمات والموسيقى اللي هي داخل جواتها إيش أنواع الموسيقى، فهي الجزء الفني الحلال كثير شروط كثير، فلا غالبا هو راح يلتزم بهذا الحكي إذا بده هو الشريعة الإسلامية، بس إذا ما بده باب الحرام كثير قدامه. هذا بالنسبة لفنان أو مغني أو منشد. بالنسبة للتمثيل، التمثيل بابه كثير واسع، والتمثيل حاليا المجتمع بشكل عام يعني ما في مجتمع فيش وسط فني نظيف أو وسط فني وسط، فيش فيه سيء كثير ولا كله للأسف سيء. أو عربي زي ما أنت قلت برضو ممكن يوري الصورة من غير ما هو يدخل فيها، يعني مثلا دخله في التصوير وكذا، صح؟ ما هو من الإخراج يعني شوف اللي بيحصل في الوسط الفني قبل ما يدخل فيه. خلاص الإخوة، أنا كان في حد رفع إيده؟ اتفضل. انا يعني مثلا لو واجهت هذا الموقف سواء بالبنت بالاخص، انا صراحه ارفض هذا الشيء، يعني البنت تختلف عن الرجل، لكن انا لو مثلا ابني كان راح اقول لك اسالك سؤال، الزنا مش بنت ورجل؟ طيب ماشي، بس لا احنا الفرق في العقاب نفس العقاب. طيب بسم الله خير، كمل. انا عم بحكي عن الوسط الفني كويس كويس، بيعتمد على كثير عوامل، يعني مثلا انه مثلا الفن هذا يكون راقي وفن نظيف ما في مشاهد رذيله، مو شرط يكون يعني يكون سيء بالمشاهد الرذيله، ممكن يعكس طابع فكري فكري ثقافي. كمل كمل. انه طابع فكري او ثقافي، فهمت كيف يعني؟ ممكن مشهد غير اخلاقي يعني حسب نوع الفن. هو دائما الفنان لما بيكون صغير، النجم لما بيكون صغير ما بقاش نجم، بيبقى يفرض عليه بعض المناظر صحيح، او بعض المواقف او بعض المشاهد. لما الفنان بيكبر بيكون عنده شخصيه وعنده شعبيه، مش كده برضه كده، هو اللي بيفرض على السوق يعمل ايه ما يعملش ايه. ففي مرحله، اتفضل. هلا انتوا عندكم المشكله انه صار مطرب او ممثل، او المشكله في الوسط الفني من عدم اخلاقيه، بس اذا الوسط العادي خلاص هو اذا التزم بالاخلاقيات عنده شو المشكله اذا صار مطرب او ممثل؟ ما في ما في مشكلة؟ يعني لو غنيت بكرة حتقبلوه؟ بس انا التزمت بالاخلاقيات وصار ممثل او مطرب، شو المشكلة؟ هلا هون فتنا نحن بباب، هو عم يحكي انه شو المشكلة اذا صار مطرب او مغني. لا هو بيسألكم. اعطيني بس سؤال اول شيء، اعطيني اسم يعني مطرب او مغني من هذول اللي بده يصير مثلهم يعني. يعني شو الاغاني اللي بده يغنيها؟ حميد حافظ ما مطرب مني. تمام كرسوم مطرب مني حفيوز. تمام هذول شو حكمهم؟ هذول نحن نجي حكمهم شرعا، شو حكمهم هذول شرعا؟ شو حكم الغناء شرعا؟ شو حكم الغناء؟ في آيات سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف. المعازف شو المعازف؟ موسيقى. هاي الأغاني ما فيها موسيقى، هاي الأغاني ما فيها كلمات هابطة، هاي الأغاني ما فيها نساء عم تطلع سافرة ممكن سوء كانت عم تطلع، كانت تطلع متحجبة، هي ما كانت عم تغني بصوت المرأة، وصوت المرأة هي وعم تحسن صوتها، صوت المرأة عورة بهذه الحالة عم تحسن صوتها. شلون هيك يعني مطرب حلال يعني؟ طيب مطرب إسلامي هذا منشد اسمه، لا اللي بيلتزم بهي الضوابط، هذا من الناحية الشرع، بهي الضوابط بصير هذا منشد، هذا من ناحية الشرع. المجتمع اللي انت عايش فيه هيناقش الموضوع بالقضية بنفس هذه الحيثية ولا في عنده حيثيات أخرى؟ حيثيات لازم تكون أولوية. أنا سمعت أنا بتكلم عن أنت تشتغل في مجتمع، يعني أنا بتكلم عليه يا أخوانا، كلنا عارفين إن في حلال وفي حرام، خلاص؟ مش مختلفين فيه على الإطلاق. أنا بس هاي المشكلة، هو قال إنه شو المشكلة؟ ده رأيه هو، ده رأيه. أنا قلت له هاي المشكلة، أنا قلت له هاي المشكلة. أنا دلوقتي نزلت للشارع. وبس زي ما ذكرت لك حيين هنا في اسطنبول، واحد اسمه تقسيم والتاني اسمه كذا، ناقش نفس المشكله دي، نفس القضيه دي، مش مشكله هي يعني، نفس الطلب ده في كذا حي او في كذا اسره. قد يكون انا خالي اتربى بطريقه مختلفه عن ابويا، خالي بيسمح بشيء ابويا ما بيسمحش بنفس الشيء، هم اخوات في حديث ابوهم كل الحلال مبين والحرام مبين، كويس ده مختلفين، ده مش مختلفين في ده على الاطلاق. بس انا بقول لكم يا اخوانا، انا بقول لكم ايه، انت دلوقتي هتكون والي مدينه ولا والي محافظه؟ المحافظه دي فيها كل الاطياف،
وانت لسه واخد عشان تنزل تشوف الناس دي بتفكر ازاي وبتشتغل ازاي وثقافتها ايه وقيمها ايه وعايزه تقدر ايه عشان تبتدي توازن كيف انك تجمع الناس دول عشان تخدمهم. فاحنا مش عايشين دلوقتي بالرغم ان في زي ما اخونا قال الحلال باين والحرام باين بنتكلم عليه بنتكلم عن مجتمع تغير 180 درجه. انا هقول لك حاجه صلي على النبي. المجتمع السوري قبل قبل 2011 والمراه السوريه المحافظه ها اللي قبل 2011 والمراه السوريه اللي عاشت في المخيمات دلوقتي خاصه المخيمات مش جم مثلا في تركيا وقعدوا في شقه وكذا لا اللي عاشت في مخيمات سواء في مخيمات النزوح في الداخل او في مخيمات اللاجئين في تركيا وفي لبنان وفي الاردن هل هي نفس المراه بعد 6 7 سنين؟ لا هي نفس البنت بعد 6 7 انا بقول لك انت نازل بقى للمجتمع ده اللي هو تغير 180 درجه ولا عايز بالله يعني وعايزين نكون يعني خدام للمجتمع ده فلابد نقرا المجتمع منين من تحت لفوق انا غير الثقافه بالثقافه غير السلوك بالسلوك ادي احد الحلول تغير الثقافه بالثقافه نفسها ما تغيرش ها نفسها ما تغيرتش لا رايك خلاص حتى نيال تغيرت البيئه اللي حواليها البيئه هل البيئه دي ما اثرتش عليها شو قصد بالتغير يعني من اي ناحيه انا دلوقتي انا لما بعيش في خيمه اديك المثل يعني انا طبعا لفيت الخيام دي 30 40 سنه انا بعيش في خيمه حرمه الخيمه زي حرمه البيت لا ما انا مش بسمع بعدين يعني ايه زي ما تقول ايه الاختلاط اللي عم نتكلم عن الاختلاط ما بين المراه وكل من يمشي في شوارع الخيم دي زي ما تكون هي قاعده في البيت في مكان معين ومحدش يخبط عليها ما ياخدش عليها الايه لما يخبط على الباب مختلف تمام فلما بتعود انا مش بقول لك انها اصبحت سيئه لما الانسان بيتعود على شيء بيعتاد انا بنزل عايز انزل معاكم يا اخوانا عايز معاكم الامر واقع المجتمع لما تحصل فيه نزوح لما تحصل فيه عشوائيات لما تحصل فيه بطاله الحاجات دي كلها فانا لما هنزل لهم لازم اسمع منهم مشاكلهم ازاي عشان اعرف احلها. انا لما اخش نقول ان المراه باعت نفسها في مش في انا اعرف بعض الجمعيات كانت بتعالج ظاهره الدعاره هنا في البلد دي. ما بين الاخوات اللي هنتكلم عنهم اصبحوا محتاجين. والحمد لله استطاعوا انهم بعض الجمعيات ده ايه تقفل كل هذه الاماكن الى اخره. فدي ما كانتش موجوده وهي موجوده في مجتمع مستقر وابوها جنبها وامها جنبها وجوزها جنبها وولادها جنبها الى اخره. فكل هذه المتغيرات السلبيه بتؤثر على ايه؟ على المجتمع. واخد بالك؟ مدى مقاومه الشخص لكل هذه المتغيرات ايه؟ على حسب ايمانه صح ولا غلط؟ وعلى حسب الظروف اللي حواليه. فانا بقول لك انت انا بكلمك دلوقتي ايه؟ كدور للشباب في معالجه هذه المشاكل. دور للشباب في معالجه هذه المشاكل، اتفضل. احيانا يضطر الشاب المسلم المحافظ انه يدخل هيك اوساط ولكن يحاول يضل محافظ يعني يرسم حدود بينه وبين المحافظ لازم يكون بين كويس خلص يعتزل بس ببيته ويبطل مثل مسيره زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المسلم وخلي بالك لما تخش في اماكن صعبه يعني مثلا كنت انا اعرف جماعه التبليغ والدعوه لما كانوا بيخشوا خماره من الخمارات عشان يدعوا الناس كانوا بيخشوا كمجموعه مش يخشوا كفرد يعني يوم ما يحب يدخل نفسه في خماره او كباريه او حاجه زي كده هو ده كده ما في السبعينات الثمانينات كانوا بيجوا وكلنا الحواديت دي في المواعظ بتاعت القديون احنا كنا نخش كمجموعه عشان ده واحد منها عمل كده الثاني يقوم شايل واخد بالك؟ ها فصح من حقك صح انك تنزل وتتعرف ومن حقك انك تطلع واخد بالك؟ انا هقول لك حاجه صليتوا على النبي ساعات لما الانسان بيخش ده بقى بكلمك ايه وده قلتها انا قبل كده في اكثر من محاضره على امراه ارمله لوحدها مع اطفال سواء في غرفه او في بيت او في خيمه ومكسوره الجناح لو دخلت لوحدي في خطر عيني هتلف فين في اي مكان في اي مكان فلابد دلوقتي انا بقول للناس اللي بيشتغلوا في عمل الانسان والاغاث ده لما تروح الاماكن دي كلها لابد ياخد معاك شخص او احسن انك تروح امراه ما يروحش ايه الشاب لوحده عشان يقاوم الشخص اللي معاه ايوه عشان ما تروحش انت لوحدك ليه؟ لأن في مراحل الضعف يا اخوانا في مراحل الضعف قد يكون الانسان الضعيف قدرته على المقاومه اقل بكثير جدا منك انت. سواء كان الانسان الضعيف ده امراه او رجل.
خلاص واضحه. يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم كان نقص ما ايه؟ الغناء والتمثيل والحاجات دي كلها. ليه احنا يعني مثلا انا متاكد ان اخواننا هنا بيعملوا كل يوم حلقات في الذكر والقران والفقه والشريعه كذا، ما جابلكوش واحد رقاص ومغني يكلمكم؟ لا طبعا. طب انا اهو مش عارف يعني ستك في خطه حاجه. احب افسدكم يعني. لا اللي انا بقوله ايه يا اخي الفاضل؟ احنا شفنا ايام زي يعني اعوذ بالله مش عارف ايام صعبة في البوسنة، صعبة. انتوا كنتوش ما تردتوش مذابح الصربية، سيبك مذابح، مذابح شيء ان واحد بيموت خلاص. لكن لما ياخد بنتي انا واغتصبوها نظامية 5-6 مرات كل يوم ويحبسوها في محل 5-6 اشهر وما تخرجش الا وهي حامل 5-6 اشهر علشان تخرج حامل عشان يتفسخ المجتمع. شفنا ايام صعبه. البنت دي ذنبها ايه؟ او الزوجه دي ذنبها ان المجتمع يرفضها؟ يعني مره كتبت قصيده اسمها سعاده، بنت هي قصه حقيقيه ان بنت اغتصبت وبعد ما اغتصبت فقدت وعيها فراحت في الغابه في تزله وقامت ايه معلقت نفسها في شجره وانتحرت دخلت الدبوس. فانا قلت القصيده دي في خطبه الجمعه، فالشباب مسكوني بعد الخطبة كان شوية شوية كفروني. قلت له انت عارف ظرف البنت دي وهي بتنتحر كان شكلها ايه بعد ما اغتصبت؟ في وعيها، في دينها، في انسانيتها. بنت تانية مسكوها كان اجمل بنت في سربنيتسا، اجمل بنت. فلما الضابط شافها كده لما خدوها لي طلعوها في ايه في الدور الثالث وانا هطلع بعد ما اخلص الشغل يعني خلاص وحجزها لنفسه. ده حقيقة. فالبنت وجدت في نفسها ايه؟ خلاص اما ترمي نفسها من الشباك وماتت، يبقى ماتت ايه؟ منتحره؟ لا بغض النظر بقى. شوف انا بكلمك ايه؟ انت قلت لا، في واحد قال لك لا. خد بالك الظرف النفسي ده اللي هنتكلم عنه لابد احنا نفهمه، نفسيه المراه اللي اغتصبت او نفسيه الراجل اللي دخل سجن واغتصب. مش بيغتصبوا الرجال دلوقتي في السجون؟ اه وبيذلوهم بيعملهم كذا وكذا 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 الى اخره. اما نتكلم عن مثل هذه الاشياء لا رسالتي معاكم ايه؟ رسالتي معاكم ان لابد لما ننزل المجتمع نعرف مشاكل المجتمع من المجتمع، ما ننزلهمش بحل من فوق. يعني ايه يقول لك الاخ ده اصل جاي معاه ايه؟ لازم اختلط بالمجتمع نفسه، لازم انزل ادنى ثقافه في المجتمع، ادنى طبقه في المجتمع. طيب واطلع ما بين الثقافات، اشوف الثقافه المختلفه عني واحاول اعليها بالثقافه نفسها. لا جزاكم الله خير. اي حاجه ثانيه في العلاج؟ اتفضل. انه مش الثقافات، ممكن انت تحكي انا نزلت هلا انت نزلت يمكن بتحكي عن اي ثقافه، يعني انت ثقافتك ثقافه اسلاميه ولا كثقافه؟ انا قديش معرفت الثقافه الاسلاميه ولا يعني قديش بعد عن الدين ولا قديش اقرب من الدين؟ يعني انت لما حكيت نزلت انه بعد كثير عن الدين ولا لا؟ هو قصده كلمه نزلت نزل شاف. يعني مثلا انا هقول لك حاجه، انت طبيب وانا مريض، فانت لما تقول لي انت عندك كحه، طيب سببها ايه؟ بتيجي الساعه كام؟ بتيجي الصبحيه ولا بالليل ولا طول النهار؟ وبتيجي لما تطلع تكون كحه اسمها ايه؟ بلغم ولا تمام؟ اللي هو بالتفود اسمها ايه؟ بلغم ولا كحه ناشفه؟ واخد بالك؟ بتكون الكحه دي بتاثر على الصدر في الناحيه اليمين ولا في الناحيه الشمال؟ فلما تنزل انت في معرفه اعراض الكحه بتبتدي تعرف تشخص المرض. انا سؤال، خدت بالك؟ فهمت عليك. انا سؤال انه هو قصده لما ينزل طبقات كطبقات اجتماعيه انه الفقير والغني المتوسط ايا كانت ثقافه، سواء ثقافه دينيه سواء ثقافه اخلاقيه سواء انه هيك انه لو الثقافه حسب الطبقه الاجتماعيه الغني من هاي الغني نفس طبقه الاغنياء، في منهم اللي عارفين لهاي الامور اللي احنا قاعدين نحكي فيها وعارفين الحلال والحرام منها، في من الناس اصلا مش مهتمين بهاي الفكره اساسا. كويس. وكل هذا الحكي بكل طبقه. يبقى هو لازم يعرف ده ولازم يعرف ده. لان العامل المجتمعي زي الطبيب بالظبط، يعرف مرض المجتمع ويعرف يتعامل معاه ازاي وسببه وازاي طريقه علاجه. طيب دي نقطه. في حاجة تانية بالنسبة اللي هو التمثيل والغناء والرقص والحاجات دي كلها والمزيكا؟ لا نخش على مشكلة
خش على المشكلة اللي بعدين. الحاد. ها؟ هنحل بيه. طيب. ايه انواع الاسر اللي بتواجهنا في المجتمع دلوقتي؟ اسر. انواع الاسر يعني اسر اسرتك. اتفضل. في اسر متحرره، اسر ملتزمه، اسر متشدده. كويس. يعني هذول ثلاث انواع تقريبا. كويس. في انواع ثانيه. اتفضل. اسر متفككه. اسر متفككه هذه النوع الرابع اهو. تفككوا. ها ايه ثاني؟ أنا بسميهاش أسر متحرر، أنا متحرر لأنه هو ده رأيه، هو الدين رابطهم وهم فجأة بعدوا عن الدين هيك هم تحرر. هي مش متحللة، يعني هي محافظة للدين. هو ده المتحررة وده المتحللة، خلاص ده زي حتى حط الدم تحت الرجل. لا بعد كده إيه أنواع تانية من الأسر؟ ها إيه أنواع تانية من الأسر؟ الأسر العادية يعني اللي هي مين؟ طبيعية. ما كلمة طبيعية دي صعبة جدا، ممكن ما تكونش في نظرتها الأسرة الطبيعية اللي هي العادية اللي هي يعني نص نص كوكتيل سواء اسمها ايه؟ كوكتيل. طيب أسرة كوكتيل، يبقى احنا جبناها أسرة متحللة، أسرة متحررة، أسرة كوكتيل، أسرة متشددة، ايه ثانية غير أسرة متشددة؟ في أسرة طبيعية اللي هو ملتزمة بالدين وملتزمة بالأسرة. نعم شو؟ وقتنا نقول أسرة متحررة، شو قصدهم بقى؟ أنا هسألهم دلوقتي هسألهم تصنيف على أي أساس عم يتكلم؟ أيوه حاضر. أنا قلت إيه أنواع الأسر هم اللي كلهم اللي صنفوا، أنا ما اتكلمتش. أنا كنت بتكلم خالص مع حاجة مختلف بس هم دخلوا إيه في البند. هو أسألك سؤال لأخونا، قال لك يعني إيه أسر متحررة؟ أسر متحررة كلمه هو يعني أسر تتبع بعد الدين، مثلا أي دين يعني عم نحكي بشكل عام نحن، بس هاي الأسر لا بتتبع ضوابط هاي الدين مع إنه ممكن تعرفها. أبدا. أنا خليني أكمل بس ما ده رأيي ما بتتبع لا ضوابط الدين، بس هو التحرر مو هيك يعني، لما هو ده رأيه، هو ده فهمه فيك تقنعني وأنت بعد ما كده تقنعه. يعني مثلا كنت هذا أنت عم تحكي له إن الأسر إن العادية يعني إنه ممكن إنه يكون مثلا عندهم دين بس ما لهم ملتزمين بدين، فهو هذا يعني صار شيء طبيعي. يعني خلينا يكون هو بيقول لك هي أسرة متحررة لكن ما بيلبسوش الحجاب، لكن مش عارف بيختلطوا مع بعض، لكن ساعات ياخدوا لهم حاجه كده ولا حاجه كده الى اخره. في قاعده في كده لما الحلال افتحها مش كده انت بتتكلم عنه. انت في رايك انت بقى يعني ايه اصلا متحلل؟ النظر انه متحلل انه هن انه مثلا احنا ممكن ما يكون التزامهم دينهم كبير او ممكن يكون التزامهم كبير، بس ان يعني اسر بيشتغلوا لمستقبلهم، بيشتغلوا للايام اللي جايه. ده حاجه ثانيه، ده تعريف ثاني خالص. ده هو ده مش تعريف. انا هذا برايي هو ده تعريف وغير تعريف. انا برايي هذا هو المتحلل يعني. المتحرر الموضوع بيكون متحرر من الدين طبعا. يعني هو وقال له كلمه متحرر وتوصل كلمه متحرر انه هو عنده دين بس هو ما عم يلتزم بدينه. التحرر ده تعرف ده تعريف ثاني. تعريف فانا مش مختلف معاك ان انت ده تعريفك وده في وجهه نظرك صح، هيكون فوق الناس الاخرين كلهم صح، لكن هو عنده تعريف ثاني. حضرتك في قاعده بنحط عليها اساس ان احنا نصنف العائلات دي على اساس ايه؟ في قاعده دينيه، في قاعده اخلاقيه، في قاعده ثقافيه. انت اقول لهم على كل قاعده في تصنيف طب. صح. فهو اسره جاهله هي في الاسم مسلمه، ولا في مثلا اسر ممكن تبقى تطلع فوق المستوى، تبقى فوق المستوى عالي في ناحيه علميه ثقافيه اعلى او دينيه. في عائلات ممكن تبقى تحت المستوى اللي احنا بنحطه. نعم كويس. شوف التصنيف المجتمع الاسر المجتمعي. اتفضل. تصنيف الأسر المجتمعي مثل تصنيف أي مجتمع. المجتمع ممكن يكون فيه فقر وغنى، جاهل وعالم، إسلام، كفر، دين، إلحاد، كذلك ممكن تكون الأسر. فما في فصل بيناتهم بالتصنيف. طيب من الناحية الثقافية وناحية القيم والأخلاقيات اللي إحنا بنتكلم فيها دلوقتي، في تصنيفات كثيرة جدا للأسر. مقبلك؟ يعني أهم شيء في تصنيفات الأسر إيه أخلاقيات الأسر؟ عشان إيه؟ في بعض الناس بيقول لك ما تخشش في الدين، خليها في الخلق. مقبلك؟ اللي هي الاخلاقيات تعرف عليها المجتمع. خد بالك؟ فالاخلاقيات دي بتكون جزء من الدين بتاعك، جزء من العادات بتاعتك، جزء من التقاليد بتاعك. طب ده احد التعريفات اللي هي الايه؟ بتاعت القيم والاخلاق. تكوين الاسر من داخل يعني ايه اسر بتتكون من ايه؟ في نظركم؟ كأب. أب. أم. أم. إخوات إخوات متحابين ما بينهم. كويس. مالين بعض. أب له رقابة على أولاده. مش رقابة كرقابة متسلطة، لا، كرقابة ان هو بيراقب من غير ما بيعمل عقاب. يشوف الابن مثلا غلط مثلا في مشكلة ما جيش يعاقبه،
كعقاب الزامي ان انت عملت خطا فانا كويس. لما تكلم اب وام واولاد اسره ثانيه نوع من الاسر الثانيه تكوين الاسر قد تكون اسر كبيره بس يعني قررت يمكن لا هو الاب وام ودي اسر صغيره قد تكون اسر كبيره يعني يكون مثلا قد يكون ارمله اه تمام او ارمل حال اسر متفككه او لا اسمع ارمله مش متفككه ربك يعني ارمله او رجل ارمل وبيربي اولاده قد يكون مطلقه او مطلق وهو مع الاولاد زماننا متشتته يعني اسر متشتته فده التكوين الاسري جزء اسره بدون زواج اصلا أو قال لك شوف دخل ده بيجيب اللي عامل زي سيدنا مين الصحابي اللي كان دايما يجيب الشر يتكلم عن الشر شرير انت وصل انت قلت ايه بدون زواج اصبحت طبيعه دلوقتي موجوده في اسر. طيب ده اول الخطط. في نوع تاني في الاسر اللي بدون زواج دي اسمها ايه؟ ما هو كان معانا دي اسر غير شرعيه. ما هي دي كلمة المشكلة. هاي في ايه تكوين الأسرة من جوه؟ الأب بيكون ذكر ولا أنثى؟ سواء. شو أنا بكلمك إزاي؟ أسر شاذة. أسر نسبية. أيوه. بالك. دلوقتي في قوانين في الغرب وفي العالم كله بتقول إن ممكن الأب يكون امرأة والأم تكون امرأة. ده قانون. انا شو انا بكلمكم كل اللي انا بتكلم فيها يا اخوانا عشان انتوا تعرفوا المجتمع اللي انتوا هتشتغلوا فيه. ان بعض الناس في المجتمعات دي رغباتهم في الحياه ودي القوانين اللي بتحكم. انت مثلا رحت اوروبا تمام خلاص وبتتكلم عن حريه كل واحد في اختيار الاسره بتاعته تمام وده اصبح قانون هناك ولا هو مش قانون؟ هو قانون. طيب والله شوف انواع الاسر خرجت من ادم وحواء عليهما السلام وبعدين الانبياء وكذا 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 والفطريات وحاجات كده وعادين الى انها خرجت ايه؟ انت قلت اسره ايه؟ بدون زواج وبعدين مشيت في الطريق ده. وشوف المجتمع تغير ازاي؟ انا كل اللي انا بتكلم فيه النهارده معاكم على اقول لكم سرعه تغير المجتمع في انهياره الاخلاقي. خدت بالك؟ انا مش مختلف معاك، احنا بنشوف المشكله ايه ونحاول نعالجها، بس انا بقول لك انت كان انت باحث مجتمعي، خلي بالك المجتمع اللي انت بنتكلم فيه ده ما هوش مجتمع الصحابه اللي كان في مكه او في المدينه قبل كده. يعني انت هتفضل. نرجع بقى لعهد الصحابه وبعد عليه الصلاه والسلام. نرجع نشوف الاساسيات اللي بنوا عليها الاسر، الاساسيات اللي بنوا عليها المجتمعات. نشوف ناخد الاساسيات ديت نرجع نطبقها ثاني يعني. نعم. عايزين انت بتعالج دلوقتي. ايوه بعد ما عرفت الايه المشكله. طيب لو ما في مشكله حاول انت ترجع دلوقتي. لو كنا اسلامي المجتمع احنا صح انه متاثرين بالصحابه، كمان في نسبه كبيره كثير متاثرين بالحضاره الثانيه الاوروبيه والامريكيه. كويس. وهناك لما يكون زي ما حكى انه عائله بدون زواج او عائله مثليه، هاي الاشياء كثير منتشره عندهم، فكثير انتشرت عندنا بس انه ايش انا بقلد واحد غير. انه هاي الاشياء صارت احنا لازم نعالج هذا الفكر الاساسي. أيوة. انه انا مش لازم اقلد الاجانب والغرب، لازم انه انا اصنع ثقافتي بنفسي او اصنع تاريخي بنفسي. جزاكم الله خير. اخوه هنا في مشكله كمان انه تفضل المتحولين جنسيين. ده حاجه ثانيه. طب يعني اتكلمنا ايه اللي هم ترانسجندر. تفضل. بيتحولوا يعني بيجوا عمليات ممكن يكون انثى يصير ذكر. صح. بالعكس. يعني شوف اخواننا بيتكلموا عن ايه؟ احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم على مجتمع يعني مجتمع المدينه الفاضل بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان زي ما بيقولوا يعني ايه؟ وان لاير يعني مستوى واحد. سيدنا عمر كان بيمشي بالليل يخبط على البيبان يشوف الناس اللي يسمع البنت اللي هتاخد الميه باللبن، يسمع الست اللي كان بتاخد زوجها الى اخره الى اخره. لكن لما المجتمع كبر وبقى معقد وبقى مترامي الاطراف سيدنا عمر كان بيتمنى ان هو يعني ايه ربنا يحبده في اخر ايام لما اتسعت الدوله الاسلاميه، لان المسؤوليه كبرت والمشاكل كبرت. انا هديكم مثلا ودايما بضربوا الاخوه كلها. مين جاب انت في سوريا في مثلا مدينه اسمها حلب حما حمص؟ اي واحد يرفع ايده. في حلب. حلب ها؟ حلب. كلكم من حلب؟ انا من الشام. انت من الشام. طب انا هخليك انت تعتبر انت في الشام ليها محافظ؟ محافظه.
وبعدين في داخل الشام الاحياء مين اللي بيمسكها؟ مختار. مختار انت بقيت مختار انه الحي انت عايز تمسكه. اديني حي كده من احياء الشام. جوبر. ده في كم الف؟ 100,000. خلاص يعني في 100,000 شخص يعني مثلا بتاع 20,000 بيت صح. هل ستستطيع انك تخبط على كل بيت فيهم زي ما كان سيدنا عمر بيعمل زمان؟ المشكله بدات ان الحاكم طلع فوق. لا انا بس انا بديله العمل الواقعي على الارض. هو دلوقتي اصبح هو خلاص الحمد لله هو الايه اسمه كده مختار ايه مختار جوبر. هم بس كده عشان لبسوه العمه هناك كيف العمه هناك مختار جوبر. ها هل هتقدر تروح على كل البيوت دي تخبط زي ما كان سيدنا عمر بيعمل؟ ولا هتحتاج ممكن تجد وسائل تسهل لك الامر ده؟ واصبح الامر معقد واصبح لكل بيت من البيوت دي قد يكون فيها مشكله او 2 او 3 او 5 او 10. يبقى مثلا 20,000 بيت ولا 100,000 واحد دول عندهم مثلا 500,000 مشكله. شفت العمليه بقت معقده ازاي؟ واللي احنا بنتكلم عليه النهارده يا اخوانا ان انت لما تيجي تشتغل مع المجتمع لابد تجعل نفسك قادر على فهم المجتمع ومشاكل المجتمع وثقافة المجتمع وتغيرات المجتمع وحاجات المجتمع وطموحات المجتمع. المجتمع اللي في كل فرد من أفراد المجتمع على حسب ما سيدنا عمر لما جه يعين الأولاد للمجتمع. أنا موافق 100% كان بينطقي يا عم. خلاص أنا والله موافق أنا موافق خبرك. بس أنا بقوله على حجم المسؤولية. ايام سيدنا عمر كان في 500 واحد ولا حاجه زي كده. المجتمع اختلف. ده اللي انا بتكلم عليه. وكلما كبر التكنولوجيا اللي كانوا على التكنولوجيا في الاول كلما اصبحت وسائل التكنولوجيا الحديثه دي بتوصل معلومات لكل حته في العالم كلما تغيرت الثقافات ما بين مش بنتين عشان وضحاها كل ثانيه وكل دقيقه وكل ساعه وكل يوم معلومات غلط وصح وفساد الى اخره الى اخره. واضحين يا اخوانا الهدف من الكلام مع بعض النهارده هو مش محاضره. الهدف من الكلام مع بعض النهارده ان نعرف ان المجتمع اللي احنا عايشين فيه مش شريحه واحده. المجتمع اللي احنا عايشين فيه مش فقه واحد. المجتمع اللي احنا عايشين فيه مش حزب واحد مش جماعه واحده. المجتمع متكون من خمس يعني من انسجه مختلفه كثيره ومن ثقافات مختلفه وكل يوم الثقافات بتتغير. لما حضرتك اللبس اللي انت حضرتك لابسه ده متكون مش متكون من نسيج واحد بس. شفت بقى لقيت ايه الفلسفه دي؟ صورة لو سمحت عشان تعرف التلفزيون صوره في التلفزيون صوره مش انت مع المخرج السينمائي انت. طيب ده بالنسبه لايه لانواع الاسر. بعد قلنا في ناس بتحول قد يكون التحول الجنسي اللي انا بتكلم عن حضرتك مرض. بعد ساعات بنمسك يعني مثلا ساعات بنمسكه ايه عايز نضرب الراجل او نضرب المراه هو مريض من جوه مش عارفين ما يستطيع يتقبل نفسه. واخد بالك فاحنا بنتكلم ايه كل شيء في 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 حاجه زي كده هو ممكن يكون له علاج الى اخره. طيب هل في مشكله اسمها العنوسه؟ ايه ايه عجبتك دي قوي. انت اللي هتحل مشكلتنا من الاهل انت. ها طب اتجوز اربعه والله يا رجل سبعه العنوسه مش هتقدر من اتجاهين يا صايع يعني ما الاثنين مش اثنين. طيب نحل مشكله العنوسه. طب ايه يعني ايه اسباب مشكله العنوسه؟ المهر. المهور كويس كثره النساء. زي ما نحكي لخالد خلاص هو رايه كده النساء مقابل الرجال خلاص مش مشكله هو رايه كده صح. مشكله العنوسه ان احنا بعيد خليه هو لا هو لا هو ده هو بيتكلم قال لك ده واحد قال لك المهر اللي تكلفه الزواج اخونا قال لك النساء اكثر من الرجال. الرجال مش مشكله بسرعه وبيموتوا بالحروب مش مشكله خلاص ده رايه ايه المشكله؟ يا خليه يقول. طب ماشي خليه يقول اللي عايز يقول اتفضل. ها كثره النساء ها اتفضل. في حديث بيقول اقلهن مهرا اكثرهن بركه. يا انت بتتكلم عن حديث اللي قاله اخونا مين تاني؟ مثلا بسوريا سبب العنوسه الرئيسي هنا معدلات العنوسه داخل سوريا مرتفعه كثير. سبب العنوسه الرئيسي هو الحرب يعني الحروب نعم. هلا نفس الشيء يعني مثلا ضمن سوريا معدلات العنوسه عند النساء خلينا نقول مرتفعه جدا. برات سوريا كمان معدلات العزاب الذكور مثلا العزاب خاصه مثلا بتركيا مرتفعه جدا نفس الشيء يعني هي القصه لانه صار مثل في فصل بين الذكور والاناث في هل العامل الاقتصادي جزء منها؟ طبعا العامل الاقتصادي طيب. اللي هو الوظيفه نرجع للبطاله ليه؟ نرجع للبطاله مره ثانيه صح ما هي كده انت ما عندكش قدره حلقه
ها انت ما عندكش طلبات متطلبات الاسره، بتقول لك انا عايز شقه وانا عايز كذا وانا عايز كذا وانا ازيك الحديث صلى الله عليه وسلم ده هنا في النقطه دي مهم جدا، المغالاه في المهور. احنا بعدنا عن الحديث ده. ايوه احنا بعدنا عن من الحديث مظبوط. يعني بنتكلم عن البطاله، بنتكلم عن الحاله الاقتصاديه للناس، بنتكلم عن الثقافه. واحد بيقول لك انا مش عايز اتجوز، مش عايز وجع قلب زي الاسر غير المتزوجه. لا في واحد لا. في شباب دلوقتي متخرجين يقول لك انا من كتر ما شفت المشاكل اللي بين ابويا وامي مش عايز اتجوز، خلاص كل يوم خناق. او لو ابوه وامه اتطلق، او لو ابوها وامها اتطلق واصبح هي دخل كويس. يعني في بعض البنات خلاص، بس في بعض البنات بيبقى دخلها كويس جدا جدا جدا، مركزه ليه؟ شافت ابوها بيعمل كذا، او امها بتعمل كذا، او جارها بيعمل كذا، او عمها بيعمل كذا، او لا، فتعقدوا من الجواز. فبالتالي جزء من مشكلة العنوسة الأب والأم، اللي هم خلوا الأطفال يعيشوا في مجتمع، في مجتمع الأسرة يعني مجتمع صعب جدا، فكرهوا البنت والولد انهم يتجوزوا، أو ما خلوش الجواز هو بالنسبة لهم يعني قضية أساسية. كان من دراسة كم 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 البنت اللي عندها 30 سنة أو 30 سنة محدش هيتجوزها، هتجزت الولد. من الاسباب كمان الثقافه اللي ادخلوها على مجتمعاتنا، أيوة. عن طريق المسلسلات او عن طريق جمعيات حمايه الاسره وحقوق المراه وهالشيء كله. هذا يعني ثقافه الغوا عنا او حاربوا ثقافه الزواج المبكر. يعني هلا مثلا ابائنا يمكن تزوجوا كان عمره مثلا 22 23، اجدادنا يمكن تزوجوا كان عمرهم 17، هلا شوي شوي عم يتزوج الشاب عم يصير عمره 30 و35 سنه نتيجه هي الثقافه اللي دخلت علينا. صح. انه انت ما تتزوج حتى تكون انت خالص كل شيء، خالص عسكريه وخالص جيش وخالص دراسه وعندك بيت وسياره وما شو احسن تتزوج. هذا كمان ادى لارتفاع معدلات العنوسه بشكل كبير. يعني هلا لو انه نحن مثلا هلا خاصه مثلا بتركيا، يعني هلا بتركيا ما عندهم مشكله مع الاسف يعني عند معظم العائلات، انه العائلات التركيه عم نحكي انه مثلا بنت او شاب يكون عمره مثلا بالمدرسه يعني عمره 17 او 18 سنه ويكون عنده صاحبه او هي تكون عندها رفيق او كذا، ما عندهم هي المشكله. بس اما يكون في علاقه بيناتهم يعني حتى ما عندهم اي مشكله بهذا الشيء، حتى كمجتمع صار عم يقبلها مع الاسف. ولكن اما انه هدول تعال زوجهم لا، بتصير بتقوم الدنيا يعني بتقوم القيامه. يعني انه زواج تحت سن 18 سنه حرام، اما زنا تحت سن 18 سنه حلال. يعني هي الثقافه زرعت في تركيا وهلا يمكن كمان عم يجري تصديرها على بلادنا العربيه. كويس. يبقى انت بتتكلم ثقافه، بتتكلم حاجه اقتصاديه، بتتكلم تقاليد صعبه من الزواج والحاجات دي كلها الى اخره. طيب هل العنوسه دي بتؤثر على المجتمع؟ طبعا. ازاي؟ سلبا ولا ايجابا؟ سلبا. ازاي؟ علاقات غير شرعيه. سيبك من علاقات غير شرعيه، بعد كده اللي بالصف خلاص احنا خلصنا، ما احنا عايشين فيها دي من الاول، بقى لنا سنه، بقى لنا ساعه في العلاقات غير الشرعيه. طب ايه رايك حضرتك في الزواج المبكر؟ هل كان على العنوسه دلوقتي؟ تمام. العنوسه هل بتؤثر سلبا على المجتمع؟ ازاي؟ بزيد عدد النساء غير المتزوجات. نعم. فبصير عدد الجيل القاعد بالولد او الاعداد المولودين بصير اقل، فبتاثر للمستقبل. مستقبل دي حاجه، حاجه ثانيه يا شباب. ها تفضل. ايه تفضل. ممكن يؤدي سواء كان الشاب او المراه انه تقبل الاخير باي حد. حاجه ثانيه. ايه تاني؟ ما عاد في شباب. ها؟ شباب قلب. اللي هو يعني الولاده. الولاده الجزء ايه؟ ما فيش اسره. اخطر حاجه فيها انها ما فيش اسره. اهم مكون في المجتمع هي الاسره. هي الاب والام والاطفال. ده اهم مؤسسه في المجتمع هي الاسره. يعني اوروبا دلوقتي خدت 300,000 اسمه المانيا. 5 مليون. لا ما هو مش سوريين بس. في اللاجئين الاخرين ليه؟ لان ما عندهمش شباب. بغض النظر لان هم لو انتهجوا نهج بيعانوا منه بعد ما بداوا النهج ده 60 سنه او 70 سنه او 80 سنه. فاهم شيء في العنوسه ان مفيش اسره خلاص. مش جيل رابع، مش كذا، مفيش كذا، مفيش كذا، مفيش كذا، مفيش كذا. مش مرتاح نفسيا، مرتاح ماديا، غير مرتاح نفسيا. كتير جدا من الناس لما مش متجوزين وبتاع ده بيبقوا تعبانين يعني. عايز يبقى شاف لما يجي لو كان اخويا انا ومش متجوز وانا مش متجوز اروح يعني اتمنى ان يكون عندي طفل، اتمنى يكون عندي ابن، اتمنى يكون ساعه كام دلوقتي بس عشان ايه؟ ممكن ناخد فتره راحه لو سمحت. ولو ما سمحتش. طيب اللي جاي اصعب من اللي مشي. عايزين تشربوا شاي؟ بس كده. انا اشرب شاي ولا هم يشربوا شاي؟ حضرتك كلنا. تعالوا تشربوا شاي؟ لا
يعني. لا لا خلاص خلاص طالما طالما انا ممكن نخلص ولا عشان نخلص مره واحده ونخلص ولا عايزين نخلص؟ قول انتوا يا شباب لو باقي كتير. انا بس بقى نقطه واحده ناخد فاصل لو باقي كتير. لا خلاص ناخد نقطه واحده ونخلص عشان الالحاد. اقعد اقعد اقعد. الالحاد يعني ايه الالحاد؟ يعني ايه الالحاد؟ الالحاد اللي ضحكت بتضحك على ايه؟ ها؟ لا يعني الخالق انكار وجود الخالق. هل دي اصبحت دلوقتي شيء يعني صار ايه؟ موضة. هتوافق معاه؟ اي نعم يعني موضة حتى ممكن اقول يعني انت واقف عندي موضة ما فيش على انها ظاهرة اللي هي بتاعت اللي هو لا لا الحب مع الاسف يمكن صارت ظاهرة يعني صارت ظاهرة. طيب تفضل. شايف انا عصب روح شايف انا عصب لا على خم ما نضل الموضوع هذا يعني ترجع ارجع عجب تفضل في بعض الناس صارت تنحل سبب معين وهذا السبب انه مثلا هي بتعرف مثلا دينها مو شرط الدين الاسلامي يعني وانه في ضوابط والتزامات فهي بتلحد رغم ايمانها بهذا الدين بس عشان تبعد عن هاي الضوابط والالتزامات. وصراحة انا قريت اكثر من خبر عن هذا الموضوع منهم فنانين ومشاهير وغيره يعني. طب لاحظ لك معظم الملحدين بيرجعوا للدين الاسلامي. طيب حاضر نقول استخدام العلم كوسيله للتسويق للالحاد يعني هو لا يوجد يعني هو لا في طبعا مش الحاد في الحاد ولكن اسباب الالحاد هو التسويق الاعلامي مع انه ما في تضارب بين الدين والعلم ولكن اللي يستخدم العلم على انه هو تضارب بين الدين والعلم على شو السؤال هو اسباب اسباب الالحاد. تفضل. العلم اللي عم يتكلم عنه الاخ هو علم مزيف وفي بعض العلماء اثبتوا وجود وجود الله يعني او الاله بإثباتات وبراهين إنه علمهم مزيف كله علم مصطنع وما له أي تفسير يعني العلم اللي عم يحكي مثل نظرية داروين وإنه الأصل الإنسان قرد يعني. طيب. أفكار ثانية. تفضل. إحنا بنحكي مش مجتمع إسلامي مجتمع بشكل عام مجتمع بشكل عام ممكن أي واحد مثلا دينه الإسلام مثلا أو الهندوس أو المسيح أو اليهودي كل واحد بتصلى على دينه. لا أنا ليش بآمن بهذا الدين؟ ممكن يخرج عن دينه لأن الحال مش يكون خطوة غلط ممكن تكون خطوة صح. إحنا بناخذها خطوة خطأ. لا ممكن الإسلام أنا طلعت عن ديني ممكن إحنا كمسلمين نشوف خطأ بس كمسيح طلع عن دينه صار ملحد صار يعني قريب على الإسلام أو اليهود أو الهندوس أو الهدرة أو رأي رجال الدين الجهنة جهنة رجال الدين بساعة كتير إنه بنفروا الناس بنفروا الناس يعني نعم اخونا عدة اسباب يا ان الولد يكون الولد بعائله ملحده يا اما ان الولد بعائله مثلا الاب مسلم والام يهود غير مسلمه والاب متشدد جدا فبيكره الاسلام والام ما لها علاقه بالدين كويس فبترك الدين ابوه وامه ويصير الواحد كيف اخونا خلصت انت؟ نعم طيب خلص قلت الوازع الديني عند الاسره حتى لو مثلا كان نفس الدين ومثلا جاهله بالدين الدين اللي هي بتؤمن فيه فالولد ما راح يتعلم اي شيء وممكن تنزرع فكره الالحاد بالنهايه. طيب اخونا معضله الشر انه ايه معضله الشر معضله الشر يعني وقت اللي بيكون في واحد مر خلال ظروف سيئه فبقول ما في رب العالمين هو يساعدنا فانا بنكر وجوده هو ما عم يساعدنا معناته ما موجود صح فعلا ما اخونا عم رايي كمان تقليد الاعمى وانعدام ثقافه الدين تقليد الاعمى كل هذه اسباب. طب هل الالحاد دلوقتي بدا يزداد عما كان من قبل ايه بسبب الاسباب يعني بسبب العلم بسبب العلم الثاني استاذ هلا استاذ هلا بس اعلام الثاني هلا في كثير هلا في كثير من العلماء يعني فيني اقول نسبه كبيره من العلماء هي بعد ما وصلت بنص طريق العلم يعني اغلبهم الحاد هن في كثير من العلماء الحادوا هلا في مقولة بتنقال إنه بالطريق للعلم الواحد بيألحد بالطريق للعلم أو بصير فكر بالألحاد بس بعد ما يخلص الطريق أو إنه يكتشف تمام الشغلة بيكتشف إنه وجود إله
بس هو بس العلم يعني اغلب اغلب العالم اغلب الملحدين العلماء الملحدين هلا هلا ملحدين انواع. في ملحدين زي ما انتم قلتوا عن الموضه, بس انه في ناس بتلحد, في ناس زي ما قلتوا انتم انه من الولود. بس في ملحدين اللي انا قلت عنهم اللي هم فكروا دينهم, فكروا ليش انا مسيحي وليش انا يهودي, ليش انا يعني بعبد انا بحكي انه عيسى هو الاله او هيك او هندوسي او بوذي او الى اخره من الاديان. فهذول استفسروا عن حياته, استفسروا عن حياته, استفسروا شو اللي خلق هذا الكون, شو اللي شيء, فالحدوا. فهذا الالحاد مش شيء غلط بالضروره, انه ممكن اذا ضل يسال ضل يسال يوصل لطريقه ثانيه او يثبت وجود الاله. هذا بكون في علم الشاب حكى انه كل ما زاد في العلم انه كل ما انه صار الواحد منطقي اكثر, وصار انه الحياه كلها منطقيه والدين كلها منطقيه, ما في ما في اله وكل شيء ماشي سبحان الله. اما هو في علم اللي هو درسه بعض المسلمين, حتى كان في مسلمين درسوا علم الفلسفي في منهم الالحاد. نعم علم الفلسفي هو هذا العلم يعني حتى نصح فيه العلماء الدين انه ما في ما في ما في فايده. كويس اخونا. انا عندي راي لهذا الموضوع يعني اللي حكوه الشاب بين الوظيفين, انه حكوا انه العلماء في انه في كثير من العلماء الحد بعد ما تعلموا من هالحكي هذا, بس في مقوله بتقول انما يخشى الله من عباده العلماء. يعني بصراحه انا نفس ما حكيت انه العلم اللي العلم المبني على الالحاد علم مزيف وما له اي تفسير. يعني بالعكس اصلا كل ما الانسان تعلم العلم الصحيح والعلم الموثوق والثابت بيزداد إيمانه بالله وقدرات الله سبحانه وتعالى. حتى في كتير علوم أصلاً بتقود إلى الإيمان بالله, والعلم موجود أصلاً بالقرآن الكريم. ممكن خلال فترة من الزمن يكون في اعتقاد سائد بشيء معين, ربما بعدين يتبين لهم أنه هذا خطأ. مثلاً كان في من يقول عن الأرض أنه هي باقية منذ النزل, وجود من ليس لها بداية, ولكن بعدين بلشوا بنظرية بيج باين. فنحن لا نتفق لا مع الأول ولا مع الثاني, ولكن نحاول ممكن نمشي معهم. يعني إذا كان راح يؤدي لفائدة للبشرية فلا أعتقد إنه فيها مشكلة, ولكن اعتقاد فيها كأنه هي صح 100% فهذا شيء آخر. أنا أخونا بعدين أخونا أنا هلا على موضوع علم. هلا أغلب العلماء اللي بيحكوا إنه ألحدوا أو خرجوا عن طريق, هلا حاليا بهذا العصر اغلب العلماء الموجودين مش نسبتهم كمسلمين كثير قليله, اغلبهم يعني بنحكي 80% منهم هم من ديانات مختلفه. هذول الديانات دليل انهم زي ما قلت قبل شوي انه هم بعد ما وصلوا لدرجه من العلم كهندوس او بوذيين او مسيحيين او يهود شافوا سخافه دينهم مقارنه بالعلم الموجود. مستحيل هيك دين او هيك علم او هيك اي شيء بيكون عن جد يعني دين صدفه ولا الدين البوذي ولا الدين الهندوسي. مستحيل يكون إله زي هيك صنم إنه قدر يعمل كل هذا العلم. هذا حدى إلى إنه يكون إلى الحد إيش كويس مش إشي سيء. أنا سؤال الحد ما قال الأخوان إنه تصويت بعض النظريات اللي هي غير مثبتة. يعني هلا ضاعم النظريات عن نشأة الكون ما حدا بحسن يأثبتها. يعني فأنا مع الأسف سوقوا بعض النظريات غير مثبتة على أنها حقائق علمية ثابتة. هلا بلشوا مثل ما قالوا بأزلية المادة بصدد التطور بعدين وهذا الحكي, وانه هي نظريه مثبته غير قابله للنقاش وحكي علمي وشو كذا. مع العلم كل فتره بيطلعوا هن عندهم خطا بنظريتهم, خطا باعتقادهم, بيرجعوا بيصححوا. لما بسوقوا هي القصه على انه حقيقه علميه بكون انا عندي شخص بحب العلم وشخص عم يدرس او يعني بيسعى انه يكون عالم, وعم بيلاقي انه الدين عم يتناقض عندهم على العلم, عم بيكون عنده مكانه العلم اعلى من مكانه الدين, فمشان هيك عم بيروح عم يتجه نحو الالحاد. هي السبب الرئيسي. أنا برأيي فيه هو اعتناق الدين بالوراثة, بدي الأشخاص ما بيعتقدوا ما بيعنى إنه ورث الدين عن التقاليد. يعني ما بيعتقدوا الدين فكرياً إنه خلاص أبوي وأمي مسيحيين أنا مسيحي, أبوي وأمي مسلمين أنا مسلم. في أي لحظة وأي حالة بيحسن يترك الدين أو ينسلك عنه راح ينسلك. نعم جزاكم الله خير. هلا بالنسبة للعلماء اللي بيحكوا عن الشباب إنه العلماء أكثر شيء بيلحقوا إنه بيشوفوا أشياء يعني مستحيل حدا يسوي هذا الشيء, يقولوا أكيد يا ما في إله يا ما في إله. فهون بيجي دور المسلمين والوازع الدين يسموه أو شو اسمه. فلما بغيب الدين أكيد راح يلهي. فالسبب هو إنه ما في ناس توصل الدين للناس. حتى يتفضل عدم إجابة رجال الدين عن بعض التساؤلات الشباب. عدم مقدرة رجال الدين عن بعض التساؤلات من الشباب.
انا ارجع بقى. انا بقى ايه، انا عندي انا ملحد. اول خطوه بقى النادي دي كيف هتتعاملوا معايا؟ اسال عن سبب الحاله. ها اتفضل. انا ملحد اهو قدامك وبقول لك خلاص، يعني هتتعامل معايا ازاي؟ كيف حت اهو قال لي اول كلمه قالها لي ايه؟ الله يهديك. الله يهديك ايه معناها ايه؟ في ناس تقول الله يهدى. الله هو مش قال لك ايه؟ اتفضل الله يهديك. ممكن خلاص خلاص هتتعامل معايا ازاي؟ حاول انا اقنعك بالعلم اللي عندي، يعني في ناس اكيد قبل ما تقنعني لازم تسمعني. هتعامل معاك لازم تسمعني. طيب مش انا مش هتكلم، بس انا بقول لك الشاب الصغير ده اللي هو خرج او البنت اللي زي ما بيطلعوا في التلفزيون في السوشيال ميديا دلوقتي الحاجات دي كلها، وبيطلع انا جاي من الحته الفلانيه بنذكر اسم البلد او المدينه او اول اخره، واخد بالك؟ انت ما سمعتهاش او انت ما سمعتوش. اتفضل. فالعلاج ايه بقى؟ علاج انه هو ملحد. لا هتعامل معايا ازاي؟ انا هاجي لك على اساس اخلاقك. على اساس اخلاقك انت ولا اخلاقي انا؟ اخلاقي انا. اخلاقك انت. الله يحفظك العرب. اتفضل. اول شيء نقطتين، اول شيء شو السبب اللي خلاه ملحد؟ هل هو ملحد بالبلاد او شو السبب اللي خلاه ملحد؟ ثاني شيء زي ما انت قلت اسمع له عشان اعرف هو ايش بيفكر، يعني هو ممكن مش ملحد كملحد انه بيؤمنش بوجود اله، لا هو منكر الاديان الثانيه او منكر الدين اللي هو طلع منه، هو طلع من دينه ممكن مش انه ما فيش اله، منكر الدين اللي مثلا منكر المسيحيه او منكر الهندوس البوذية، من كلهم كديان. أنا هاي ديانة أنا شفتها وشفت ديانتها وشفت تعاليمها كلها، أنا هاي غلط 100% غلط لأنه طلع منها. فأنت بإمكانك تفرجيه، يعني أنا كمسلم عطول بدله أنه بثبت له وجود إله بشكل أو بآخر، يعني بطريقة الإسلامية أو بدله على طريق الإسلام بهذا. جزاكم الله خير. تفضل. أول شيء لازم تتعامل معه كإنسان. أيوة. دون أي نظر عن ديانته أو قوميته أو قومي. تاني شيء لازم تتعامل معه بأخلاق القرآن، هي أخلاق الدعوة. كويس. اتجه النبي عليه الصلاه والسلام والانبياء من قبله. ثالث شيء لازم تتناقش معه بشكل مكثف. كويس. وتشوف ثقافته كيف، لانه معظم اللي عم بيلحدوا يعني عم يقروا نص على الانترنت او مقاله او شيء او فيديو وعم يرددوا كلامهم بيلحدوا على فكره، ما يكون عندهم ثقافه دينيه او ثقافه تاريخيه في الامر. كويس. جزاكم الله خير. هو اخينا اخونا بيتكلم عن غير المسلمين عايزين يوصلوا للاسلام، صح؟ أو لا غير المسلمين عايزين يوصلوا مش يوصلوا للإسلام، غير المسلمين طلعوا من ديانتهم. أنا بالطريق عايزين يوصلوا للإسلام. أنا ما أجي أوصلهم، ما هم شافوا ديانتهم أصلاً زي ما شفنا الإنجيل محرف، فهو بشوف إن في ده مش الطابع الديني اللي ربنا أنزله على سيدنا عيسى، فهو بيشوف الاسلام كوجهه له كوجهه الناس. هو ده هو طالب دينه وما دورش على الاسلام، ما دور على الاسلام، هو صار ملحد بس خلاص عايش حياته ملحد، ملوش دعوه باي دين ثاني. كان قاتل ولا بيه ولا يجيب، ملوش دعوه بحد خالص. فهو بقول لك ولو جالي انا هحاول اكون خلقي كويس زي ما بكون اتكلم، اتعامله كانسان، ولو حبك انت ممكن يحب الدين بتاعك. حد تاني كيف؟ تفضل. حاضر. انا بعدين بس انا طبعا اول طريق طبعا اسمع منه. ايوه بسبب الحاله يعني ما تغيبوش اقول له يا ابني مش عارف ايه. لا طبعا انا لازم اعكس اخلاقي طبعا لازم اجي معه بالحسنى واسمع منه. بس في نقطه مهمه اني انا يعني احاول اني انا ما اناقشه، ابعته على حد مختص فيه مثلا شيخ رجل الدين، لاني انا سمعتها من استاذ منا شيخ انك انت لما تشوف ملحد ما تحاول تناقشه اذا ما انت عندك القدره، انك اهتمام تلحد موالي هو يقنعك مش انت تقنعه. فانت لما تشوف رجل زيك تسمع منه بعدين ترسله على رجل متصل الاشياء، لان انت اذا ناقشته اهتمام هو اللي يقنعك مش انت اللي تقنعه اذا ما عندك القدره. هاي نقطه مهمه. جزاك الله خير اخونا. انا برايي انه اسمع وشوف خلفيته. ايوه. يعني هل هو كان من دين اخر ولا هو ولد كعائدي يعني على الإلحاد. وفي فرق بين النقاش ناقش ولا ناظر. أنا ممكن ناقش أي حد حتى لو أنه ممكن يغلبنا النقطة. أنت عندك قدرة. لا ممكن ما عندك قدرة، ولكن ممكن يغلبنا النقطة بعدين راجعه ويطلع مع الجواب رد يعني نقاش ويقول أنه ممكن أنا ما أعرف دينه صح، يعني فيها الاحتمال. لكن تكون مناظرة وتغلب بنقطة واحدة يعتبر حال أنه خلاص هو انتصر. ففرق بين المناقشة والمناظرة. طيب حتى يا شباب.
كيف نتعامل مع الملحدين؟ نجيب على سكن هم. أو بالنسبة لحضرتك لو جالك حد منهج حضرتك هتقول له إيه؟ أنا هحاول أكون زي ما قال الأخ هنا أهو وبعض الإخوة لو أنت قلت تعامل كإنسان أو حضرتك قلت كده، لأن تعتبر إن الشخص ده أنت حريص عليه من اعتقادك أنت ودينك إن أنت عايز هو يخش الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ بيكون حزين جدا على أي إنسان غير مسلم مات، كما قيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في معنى الحديث يعني. فهو بيرغب يعني كان بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم معناه إنه عايز يسعد العالم كله بكل أطيافه ويهديهم للدين الإسلام. وده كان تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، زي ما ضربنا المثل في القصة بتاعت الزنا بتاعت ماعز والغامدية أمبارك وسنة واثنين وثلاثة عشان تتوب مترجعش تاني بلك وتبعد وتغفر وربنا يغفر لها بعيد عنها عشان ما يقومش هي حد حد الرجل زي ما احنا عارفين حد الرجل بلك. فهو ما كانش عايز لانه كرسول لابد هيقوم الحد، لكن هو ده فرصة ايه التوبة والاستابة وان ربنا يغفر لها الى اخره. فأتمنى ان احنا الكلام النظري اللي احنا قلناه النهاردة لما يحصل في ابنائنا او في اخواتنا او في بناتنا او في زوجاتنا او نستنى ان ايه نطبقه، مش نسبهم الى اخره يعني. ساعات الكلام بيكون جيد جدا في اجتماع زي كده، ولما نيجي الامر الواقع يا ابني مش عارف ايه وكذا وكذا ونعمل فيه اللي احنا ايه بنتكلم فيه. انا بس هختم عشان اخونا الشاي برد مش كده؟ نغني تاني. احنا اتكلمنا، انتوا اتكلمتوا مش احنا اتكلمنا، انتوا اتكلمتوا عن خمس او ستة او سبعة: زوج المحارم، الالحاد، التمثيل، العنوسة، الأسر اللي هي المختلفة، كان فيه اللي هو الزواج العرفي، ما خلاص مش ممكن كل ده، بس كل الحاجات دي وغيرها اللي بس بقول بقى بنتكلم عن ايه؟ الدراسة الجامعية مش شهادة تعلقها. الدراسة الجامعية مرحلة فيما بعدها مرحلة فيما بعدها مرحلة فيما بعدها مرحلة. وعمر العلم ما كان ليه نهاية. عمر العلم ما كان ليه نهاية. انا هديك بعض الامثله كده هو ربنا وفقنا فيها يعني. كنا مثلا ده ضربته كتير 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 جدا والناس يعني زهقوا منه، ان هو مين اعظم العلماء المسلمين اللي هم في تاريخ الطب والهندسه والجبر والطبيعه والاحياء؟ ابن سينا ادي واحد، خوارزمي مين تاني؟ ابن الهيثم، ابو بكر الرازي، البيروني، ابن النفيس، ها؟ سبوف في الجرامر اللي هو النحو كويس. مين تاني؟ يلا رشد ابن رشد في الفقه والفلسفة إلى آخره. ابن خلدون في البردك في الاجتماعيات إلى آخره. ها؟ جابر بن حيان، ها؟ كويس. شفت أنتوا كلمتوا إيه؟ الناس دول أنتوا ذكرتوهم ليه؟ علماء. انتوا ذكرتوهم دلوقتي بعد ما ماتوا بقد ايه؟ ألف سنة. اتفقنا يا رجالة؟ ألف سنة. ذكرتوهم ليه؟ تركوا أثر. تركوا أثر. إنجازاتهم. إنجازاتهم. إيه تاني؟ لأنه ما كان مجرد رقم تاريخ البشرية. ما كان مجرد رقم، كانوا بيعملوا العلم من أجل خدمة الإنسانية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. شفت بقى نرجع ورفعنا لك ذكرك دي معناها إيه؟ دي للرسول صلى الله عليه وسلم في كل اذان في كل صلاه في كل اقامه في كل كذا 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 الى اخره، صح؟ يعني ما فيش ثانيه في اليوم في كل مكان في العالم الا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم مذكور، وبعد كده اسماء الصحابه لما بتذكر القصه بتاعتهم، وبعد كده اسماء العلماء والتابعين وكذا 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 زي ما انتوا ذكرتوا العلماء دول كلهم. انت عايز تاخد الشهاده عشان وظيفه ولا عايز تاخد الشهاده عشان تبقى ابن الهيثم؟ يعني شوف يعني الجمال في دي هي ان احنا كنت انا في كليه طب، انا طبيب اصلا في الاصل، كنت طبيب والحمد لله ربنا خد اكرمني وخدت الدكتوراه. طب ها ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله، اعوذ بالله. طب بالك في يوم من الايام دخل عليا شاب من الشباب وقال لي ان جامعه برمنغهام بتبني
مسرح وكل كرسي بالمسرح بيكلف 2000 جنيه. واخد بالك؟ فانا قلت له اشتري لنا 10 كراسي يعني ب 20,000 جنيه. خدت بالكم؟ بس يعني قلت له هنعمل ايه؟ قلت له هنحط على كل كرسي منهم اسم عالم اللي انتوا ذكرتوه. عشان ربنا يخلد ذكراهم في المجتمع هم ما عاشوش فيه بعد ما ماتوا بايه؟ ب 1000 سنه. شفت قد ايه كانوا هم مخلصين في العلم؟ فانتم جيتوا هنا عشان تاخدوا الشهاده صح؟ بعد الشهاده هتعملوا ايه؟ ممكن وظيفه عشان نعيش بيها. لكن انت هدفك في الحياه ايه بعد الشهاده؟ يعني احنا كنا اتكلمنا عن 6 أو 7 مشاكل دلوقتي عشان نعرف المجتمع اللي احنا عايشين فيه شكله ايه؟ عشان لو ربنا اكرمنا ونزلنا المجتمع ده نعرف نتعامل معاه. لكن في نفس الوقت العلم اللي احنا اتعلمناه نتعلمه عشان ايه؟ شفت بقى النوايا بتختلف ازاي؟ كله بقى فما نتكلم. فذاك لما تذكر هؤلاء الناس واصبح اسمائهم موجوده في المدرج اللي بنتكلم عنه ده بعد 1000 سنه من مات. انتوا بتذكروهم وقلتوا دول ماتوا من اكثر من 1000 سنه صح؟ بس انتوا قلتوا كده؟ انت ذكرتهم ليه؟ لان ربنا بيحبهم ورفع ذكرهم فخلاك انت تفتكرهم. فاللي احنا عايزين نختم بيه نقول ان كل واحد فينا في الغرفه دي كلها ياخد العلم كوسيله لتغيير مرضات الله سبحانه وتعالى. اتفضل. اهم اهم نقطه ما نظل التخصص او العلم اللي حندرسه انه ك يعني كتحديد مستقبل، يعني فينا نظل له كتجربه. ايوه كتجربه وتعلم تنميه كمان، يعني تنميه ممارساتك. يعني ممكن في كثير علماء ومخترعين دارسين تخصصات واختراعاتهم كان بعيده تماما عن ستيف جوبز على سبيل المثال، ما كمل دراسته الجامعيه وقدر يخترع اللي هو الايفون مثلا. صح. شلون غيرهم مخترع جوجل دارس قانون. شفت بقى يعني هاي كمان نقطه مهمه لازم ننظر. طيب اي حاجه ثانيه يا اخواننا عشان الشاي برد هيبقى شاي صعيدي بعد كده. ها يبقى اتفقنا بعد ايه نعرف المجتمع من تحت كل مشاكله، وبعدين بعد كده هو العلم اللي احنا اخذناه ده وسيله عشان نرضي بيها ربنا سبحانه وتعالى ناخد بالمجتمع. خلاص اتفضل. من اعظم الناس اللي يعرفوا كيف يتعامل مع الناس من الانبياء. نبي الله موسى وقت اللي امرهم بعد كل المعجزات اللي اعطاهم اياها وراهم اياها اجوا لعنده طلبوا منه انه يعرف مين القتل شخص. ولكن امرهم رب العالمين قال لهم عليه السلام ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. فردوا عليه انه اتخذون هزوا، وخاصه في نحن دخلنا بمجتمع شرق بنعرف انه كاستاذ وطالب يحكي بهالمستوى ممكن الاستاذ يحسن يضرب وكذا، لكن ما هيك كان تعامل الانبياء بالدعاء اللهم اني اعوذ بك من قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. الجاهل هو انه ما تعرف تتعامل تضبط مشاعرك عند الغضب. فان شاء الله نحاول نضبط مشاعرنا قبل ما نتعامل مع اي شخص. خلاص جزاكم الله خير. طبعا بشكركم وجزاكم الله خير وشكرا لكم ان عملنا النقاش ده عشان نتعلم كلنا من بعضنا، وان شاء الله نلقاكم في لقاءات اخرى. لو انتوا عايزين اقول يا رب اخشوا على اليوتيوب وتشوفوا الافلام دي اسمها هاني البنا، بس البنا بالايه؟ بالالف مش بالياء. ولو عايز حد ياخد الواتساب والحاجات دي كلها والفيسبوك ابقى اكتبها لكم في ورقه ان شاء الله. وجزاكم الله خير والسلام عليكم. شايفين فرحة